شفت المباراة ازاي؟ ورأيك في مكسب نادي الزمالك في افتتاح مشواره بقى امبارح الافريقي؟ مبروك طبعا لنادي الزمالك الاول وجمهوره ولمجلس ادارته ولجهازه الفني واللعيبه المحترمين. مكسب مهم جدا يا خالد، وان انت في افريقيا كمان ان انت تكسب بره ده الموضوع مش سهل خالص. عشان بس الناس بتبقى فاكره ان الدنيا سهله، انت بتلعب في اي بلد في افريقيا درجه الحراره والاكسجين وحتى ووقت المباراه كمان وقت المباراه وحتى يعني انت بتقعد يومين ثلاثه قبل الماتش او اربعه او اسبوع ايا كان، بيبقى مش احسن حاجه خالص. الموضوع بيبقى صعب جدا كاكل وكاقامه وكمعيشه وكملعب تدريب وكارضيه ملعب. فان انت تكسب وتاخد ثلاث نقط دي اهم حاجه في الموضوع كله، وان انت كمان بتنفذ تكتيك. يعني انت الهدف اللي جه ده تطبيق لتكتيك انت متمرن عليه، جمله معينه محفظه في التطبيق محفظه من زيزو وعبد الله السعيد اتطبقت احرزت بيها هدف. فمبروك طبعا للزمالك، اكيد يعني مكسب مهم جدا جدا في بدايه المشوار الافريقي، فدي حاجه تتحسب لجوميز والجهاز الفني. انت عارف جمهور الزمالك امبارح حسيت 17 ولازم نلعب ونمتع نفسنا، حسسك امبارح ان الزمالك ما كسبش. فانا قلت في بدايه الحلقه ان الفريق خد اللي هو عايزه من المباراه طبعا، لكن الجمهور ما خدش اللي هو عايزه من الفريق. بص انت يعني بص خلينا برضو نبقى متفقين، احنا مش جمهور، احنا يعني ناس بتاعه كوره او ناس بنبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي شويه، مدربين يعني عكس الجمهور هو ليه في الملعب بس. انت بدات فتره اعداد، لعيبه كتير جايه من راحه، لعيبه كتير كانت مجهده السنه اللي فاتت، لعيبه كتير في عليها كلام هتجدد هتمشي، لا ده جابوا خالد، لا ده جابوا محمد، ده مشوا فلان، ده قعدوا، الحاجات دي كلها بتعمل عدم استقرار شويه. زائد ان انا بالنسبه لي كمدرب في اول ماتشات في السيزون فتره الاعداد اهم حاجه ان انا اكسب، لان الاداء هيتطور بعد المباراه الخامسه. يعني الاداء هيجي، الاداء هيجي بعد الخامس مباراه، مش بعد اول مباراه ولا ثاني مباراه، بعد خامس مباراه لما يكون اللعيب جاب فورمه الماتشات. في حاجه اسمها فورمه مباراه رسميه، ما بتجيش ولا بوديات ولا بتمرين بالظبط، لازم اللاعب ياخد فتره ماتشات مش اقل من اربع خمس مباريات، عشان انا كمدرب ابتدي اغير في السكواد وابتدي اغير في التشكيل مش قبل اربع خمس ماتشات، عشان انت حتى كلاعب وانت طبعا عشان نعمل مريت بالكلام تدخل حتى كابتن محمد في اجواء الماتشات، اجواء الضغط الجماهيري والمسؤوليه والحاجات اللي انت عارفها دي.